السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا مزيانين وفي صحه جيده، وكنقول لكم دائما شكرا 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 على الدعم ديالكم للقناه ديالي اللي هي ديال الرياضه زومبا نجاز قنيطره. وكنقول مرحبا بالناس اللي هما جداد ومرحبا بالناس اللي هما قدام اللي كيدعموا القناه ديالي دائما بجيم وابوني وكومونتيرات. المهم اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم واحد الغلطه اللي درت كبيره درتها في اليوتيوب. بعض الناس عرفوها، بعض المتتبعين ديالي عرفوها، وبعض الناس اللي ما عرفوهاش. المشكله اللي هي درت انا مع اليوتيوب والغلط ديالي انا، ماشي ديال شي واحد، وبغيت نشاركه معكم باش ما يوقعش شي واحد في الغلط اللي وقعت فيه انا. الغلط اللي طحت فيه انا هو اللي غادي نعاودو لكم دابا. الغلط بعض الاخوات والاخوان كيعرفوا الغلط عاودتو لهم، حيت دخلوا عندي الخاص وسولوني قالوا لي نجات علاش كتحطي الفيديوهات اللي هما حطيتيهم هذه تقريبا 5 شهور ولا 3 شهور ولا 4 شهور كتعاودي تحطيهم في نفس القناه. المهم غادي نعاود لكم الخطا ديالي. كيف عارفين ديما كنحط الجديد ان شاء الله، وديما كنحط في القناه ديالي، حيت ديما خصك تحط واحد الفيديو ولا جوج في الاسبوع. انتم عارفين الاخوان اخوات شنو هو باش تصاوب فيديو وتضرب عليه تماره، وفي المونتاج في التصوير في كل شيء، وفي الاخر الواحد يمسحو. راه اللي عنده قناه غادي يعرف التعب ديال هاد القناه. القناه راه ماشي سهله باش الواحد يدير فيديو ويمونطيه ويخدم عليه وفي الاخر يمسحو، راه صعيبه شويه. المهم انا كيف ديما صوبت فيديو، مونطيتو، خدمت عليه، حطيتو، درتو، يعني غير مدرج، يعني ما باينش. كيجيني انذار، ماشي انذار، كيجيني بانني عندي في الموسيقى حقوق الطبع والنشر. نتوما عارفين الرياضه خصها ضروري الموسيقى، يعني الجديد كنقلب عليه حتى كنلقاه مشكله. حطيت الفيديو، داروا لي عليه حقوق الطبع والنشر، خصني انا الفيديو نمسحو من القناه، حيت اصلا باقي ما حطيتوش بيبليك، باقي ما حطيتوش يعني يشوفوا الكل. بغيت نحيد الفيديو، ندير له سيبريمي. العقل ديالي عرفتي مشى باش نقول لكم الخطا ديالي باش ما تطيحوش فيه. ديما في القناه ما تجيو ديروا شي حاجه حتى تفكروا ليها مزيان، وحتى تشوفوا راسكم شنو كديروا، فين كتحطوا يديكم. المهم جيت نمسح الفيديو، راكم عارفين في جوجل كروم، جيت نمسح فيديو واحد مشى ليا، يديا مشات ليا، درت سيبريميتو. لحسن الحظ ديالي ماشي سيبريميتو الفيديوهات كامله من القناه، يعني كيكونوا دايرين لك تقريبا في واحد الصفحه فيها 33 فيديو. انا عاود لي غنمسح فيديو واحد، فتحت عفوا مسحت 33 فيديو. انتم عارفين راه بعض الاخوات راه طاحوا في هذا الموقف، كيفاش تمسح فيديو غيبقى فيك الحال بزاف 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 بزاف. ولذلك انا ماشي مسحت غير واحد، مسحت 33 فيديو اللي خدمت عليهم من شهر تسعود حتى لدابا. في الحقيقه ما عرفتش راسي شنو درت، حتى من بعد كندخل تنكتشف تنلقى ناقصني الفيديوهات في القناه، كنقول شنو درت. انا اصلا مسحت وما عرفتش راسي بانني كيجيب لي راسي بانني مسحتها فيديو واحد، وانا مسحت 33 فيديو. كنقلب من هنا فين هما الفيديوهات، فين عاد اكتشفت بانني العاود اللي غادي نمسح فيديو واحد مسحت 33 فيديو، وماشي سهله باش تمسح 33 فيديو من القناه ديالك. وانتم عارفين راه كاين بعض الاخوات اللي داروا خطا، مسحوا عي فيديو واحد فيه المشاهده، فيه السوايع، فيه كنشكركم بعدا كاين على المشاهده ديالكم وعلى السوايع اللي كيطلعوا ليا من عندكم ولي كومونتير. وبالنسبه للدولار كل شيء باش يتحيد لك 33 فيديو، تحيدوا منهم. كل فيديو عندي فيه 2000 مشاهده، كل فيديو عندي فيه حتى 100 ساعه الفوق.
33 فيديو تحيدو راه ما ساهلينش، راه فيديو واحد كيف ما قلت لكم لا تمسح راه مشكله. وبقى في الحال بزاف ما نقول لكمش، وحسيت براسي بحال اللي فشلت، بان في لحظه واحده القناه ديالك كتخدم عليها كتحط لي فيديوهات يعني كتمونطيهم، الموسيقى في المشاهده السوايع، وفي لحظه واحده تلقى 33 فيديو تحيدو كاملين، تحيد معهم المشاهده، تحيدو معهم السوايع، تحيدو معهم الدولار. للاسف ما بغيت حتى شي واحد يطيح في هاد المشكله اللي طحت فيها انا، وبغيت نشاركها معكم باش حتى واحد ما يدير نفس الخطا اللي درت انايا. ودابا صيفط لليوتيوب يعني اعتذار بانني انا حيدت هذوك الفيديوهات يعني في الغلط، يعني هو ما كيتحملش المسؤوليه، صيفطوا لي ميساج قال لك ما كنتحملوش المسؤوليه، وحتى هاد الفيديوهات ما عندناش دابا لذلك باش كان بعد الفيديوهات تنعاودهم. قلبت التليفون ديالي لقيت لي فيديوهات اللي كنت حطيت في القناه حيدتهم، وكنتمنى ما ديروش نفس الغلط ديالي. الفيديوهات اللي تحطوهم في القناه ما تمسحوهمش، حاولوا تحتفظوا بهم في شي مكان اخر، في شي بيسي ولا شي حاجه، باش ما ديروش نفس الخطا ديالي. انا حيدت الفيديوهات اللي كنت حاطه حتى في القناه، كنت حيدتهم من التليفون حيت عمر لي التليفون، حيدتهم. ومنين جيت نردهم لقيت تقريبا اللي بقاو لي في التليفون شي 7 ولا 8 من 33 فيديو. دابا عليها باش انا كنرد هذوك الفيديوهات اللي كانوا عندي قدام، بقاو عندي شي 7 ولا 8 هما اللي كنردهم دابا، كنعاود نحطهم في القناه. وكنتمنى هاد المشكله اللي وقعت ليا ما توقعش ليكم نتوما، وما نبغيها حتى شي واحد، حيت ماشي سهله باش تخدم على فيديو وتمونطيه وتحطه في القناه وفي لحظه واحده تجي دير الخطا تمسحو، ما نبغيها حتى لشي واحد. وكنقول لكم شكرا شكرا اللي وقفوا معايا وساندوني وقالوا لي غير كملي نجات، يعني ما عندك ما ديري كملي، واخا جاني الملل، جاني يعني بقى فيا الحال بزاف، بقيت نقول يعني الخدمه ديال الفيديوهات ديال 6 شهور ولا 7 شهور حيدتها في دقيقه واحده، ولكن ماشي مشكل. طاحوا لي السوايع لواحد الدرجه ما تصوروهاش، لي زابوني حتى هما طاحوا، طاحوا المشاهدات، طاحوا الدولار، طاح هبطوا لي الاسهم، ولكن الحمد لله دابا كنرجع نتمنى رجعوا لي الاسهم يطلعوا وما تسدش لي القناه. وكنقول لكم شكرا شكرا اللي كيدعموني باللايكات ديالكم، باللي بالكومونتير ديالكم، باش كنتحفز باش كنزيد القدام وباش نعطيكم الجديد ان شاء الله. وكنتمنى تعاونوني في هذه المشكله اللي طحت فيها، يعني تديروا المشاهده للفيديوهات ديالي، تبارطاجيو لي فيديو ديالي باش نعطيكم الجديد. وما كنتمنى حتى شي واحد يطيح في هذا الموقف اللي طحت فيه انا. وكنقول لكم شكرا شكرا ومع السلامه، وما تنساوش تتبعوا الفيديوهات ديالي، وشكرا، باي باي.